ريف حمص نالت نصيبها من القصف الهمجي منذ بداية الانتفاضة الشعبية. غالبية أبنائها تحولوا إلى العمل الثوري، فيما فتحت المدينة أبوابها أمام النازحين الفارين من مناطق أخرى هربا من القصف. بنت البوادي عروس الثورة انتظري يا تدمر العز تحريرا إلى الأبد. بنت البوادي عهود الذل قد رحلت، أستنشق النصر من زيتونك بلدي. تدمر شامخة كشموخ ملكتها زنوبيا التي علمت العالم معنى الإباء والنصر ورفض الذل. زنوبيا زنوبيا ناي زنوبيا ناي زنوبيا ناي أرواح الرماة العبد عن نهاية تدمر. تدمر أو عروس الصحراء كما يحب السوريون أن يسموها تقبع الآن تحت احتلال نظام الأسد بعد أن ظلت عامرة بالمظاهرات الحاشدة لأكثر من عام قبل اقتحامها بأكثر من 60 دبابة ومدرعة. بعد انطلاق ثورة الكرامة في سوريا تفرغ معظم شباب المدينة للعمل الثوري بكل أطيافهم، وقد فقد الكثير منهم عمله بسبب توقف السياحة التي كانت مصدرا أساسيا للدخل، ولكنهم راضون بذلك كرما لعيون الثورة. اشتهرت تدمر بكونها ملاذا آمنا للاجئين القادمين من حمص ودير الزور، وهي الآن لا تزال تستقبل المزيد من اللاجئين الذين يحملون الكثير من الآهات في صدورهم، وقد عانوا الكثير خلال رحلة تنقلهم. أنا العقيد أحمد عمير أعلن عن تشكيل المجلس الثوري العسكري لتدمر والبادية. وبسبب تحول مسار الثورة ودخولها مرحلة الكفاح المسلح، فقد تشكلت في المدينة خمس كتائب، وهي درع التوحيد وكتيبة الثواب وكتيبة الناصر وسرايا الملحمة الكبرى، ومؤخرا فقد تم تشكيل المجلس العسكري لتدمر والبادية.